إخوة الإيمان، نرجو أن تسعدوا معنا الآن بهذه الأمسية الدينية والتي أعدها ويقدمها الزميل أحمد حفني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تبارك وتعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي سبحت الكائنات بحمده وعنت الوجوه لعظمته ومجده. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم التنزيل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وترد بها الفتن عنا وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وتزكي بها أعمالنا. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ونسألك يا ربنا منازل الشهداء، ونسألك عيش السعداء، ونسألك النصر على الأعداء. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. أيها الأخوة المؤمنون في كل مكان، نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السلطان الحنفي بحي السيدة زينب بمدينة القاهرة، لننقل لكم هذه الأمسية الدينية المباركة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. فهيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نبدأ أمسية الليلة بخير الكلام القرآن الكريم. نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من القارئ الشيخ العزب سالم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ
يا هم إيمانا
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم عليك توكلت
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا ما ضرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كلا بل تكذبون
متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. حقا صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وضياء أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا مهما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من القارئ الشيخ العزب سالم، وكانت خير بداية لهذه الأمسية الدينية المباركة.
والتي ننقلها إلى حضراتكم من ساحة مسجد السلطان الحنفي بحي السيدة زينب بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هم روضة القرآن الكريم إلى روضة العلم. لقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس العلم لما لها من أصل عميق في زيادة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريف: إن لله ملائكة سيارة يطوفون في الطرقات، فإذا وجدوا مجلس علم تنادوا هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى بغيتكم، فيحفون المجلس إلى عنان السماء. إخوة الإيمان والإسلام، وقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مرغبا في طلب العلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق العلم. فهي بنا إخوة الإيمان والإسلام نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة، كلمة العلم، من فضيلة الشيخ عمرو عبد الحميد إمام وخطيب هذا المسجد الطيب المبارك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي امتن علينا بنعمة الإسلام فجعلنا مسلمين، وبالله الواحد الأحد موحدين، ولحبيب الله ومصطفى محمد بن عبد الله متبعين. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، فقد عشنا في رحاب آيات بينات من سورة التوبة، وهي تتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أهم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقد تضمنت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عنها رب العالمين أنها ما جاءت إلا رحمة للعالمين، فقال الله عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجاءت رسالة الإسلام ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، تأخذهم من الظلمات إلى النور، وتبعدهم من الجهل إلى العلم، وتأخذ بأيديهم من الضلال إلى رب العالمين جل وعلا وإلى جنات النعيم. نعيش ونعرف أن الله عز وجل وصف نفسه بالرحمن، فما من سورة في القرآن إلا ووصف رب العالمين نفسه جل وعلا، وبدأ سور القرآن كلها ما عدا سورة التوبة بدأها كلها بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك إشارة إلى أن الله هو رحمن الدنيا وهو رحمن الآخرة، وأن وصف الله عز وجل هو الرحمن الرحيم. وجاءت سورة الفاتحة التي نصلي بها جميع صلاتنا، فنقول: الحمد لله رب العالمين، ولم يقل الله عز وجل: رب المؤمنين، ولا رب المسلمين، ولا رب الصائمين، وإنما رب العالمين. ماذا عن رب العالمين؟ قال: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فالله عز وجل رحيم بمن آمن وبمن لم يؤمن، رحيم بجميع خلقه، فقد قال جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فالله عز وجل خلق الرحمة 100 جزء، فأنزل في الأرض جزءا واحدا بها يتراحم الناس،
وبها ترحم الأم ولدها، وبها ترحم الدابة ولدها. وأمسك رب العالمين عنده 99 جزءا، فكيف برحمة الله جل وعلا؟ الله عز وجل يقول عن أنبيائه أنهم طلبوا الرحمة من الله عز وجل. فهذا أبونا آدم يتحدث فيقول هو وأمنا حواء: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وقال جل وعلا عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله، إذا ما رحمت فأنت أب أو أم، هذان في الدنيا هما الرحماء. وكيف كانت رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين وبغير المؤمنين وبالأطفال؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت هناك امرأة تلهث من شدة العطش، فوجدت بئرا فنزلت فشربت، ثم خرجت فوجدت كلبا يلهث من شدة العطش، فنزلت البئر فملأت موقها أي نعلها أو خفها، ثم شرب الكلب فحمدت الله فغفر الله لها. هذه إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت المرأة التي سقت الكلب غفر الله عز وجل خطيئة البغايا التي سقت الكلب، فكيف بالنا إذا رحمنا من وحد رب البرايا؟ فإذا تراحمنا فيما بيننا ورحم القوي الضعيف، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما حتى في العبادة؟ فيقول صلى الله وسلم عن نفسه: كنت أدخل أريد أن أطيل في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي رحمة بهذا الصبي. صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. كان رحيما حتى في الحرب في معاملة غير المسلمين، كان رحيما في العبادات، كان رحيما في كل شيء. فصدق من سماه الرؤوف الرحيم. والله عز وجل لما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين وصفهم بأنهم رحماء فيما بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمثل المؤمنين جميعا بأنهم صفا واحدا، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأمتنا أمة واحدة، ورسولنا رسول واحد، وإلهنا إله واحد، وكتابنا كتاب واحد. فعلينا أن نقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نلتزم منهجه، وأن نسير على نهجه صلى الله عليه وسلم، وأن نتراحم فيما بيننا حتى يرحمنا ربنا جل وعلا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
نسأل الله العلي الأعلى، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وتجاوز اللهم عن سيئاتنا، وأكرم اللهم يا ربنا نزلنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ علينا إيماننا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أرسلك الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ عمرو عبد الحميد إمام وخطيب هذا المسجد الطيب المبارك، وكانت عن جانب الرحمة في شريعة الإسلام، وعن جانب الرحمة في جانب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. قال تعالى في كتابه الكريم مخاطبا حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكانت إخوة الإيمان والإسلام هذه الكلمة الطيبة ضمن فقرات هذه أمسة الدينية المباركة، والتي ننقلها إلى حضراتكم من ساحة مسجد السلطان الحنفي بحي السيدة زينب بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام هم الروضة العلم إلى دوحة الدعاء. قال تعالى في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهيا بنا إخوة الإيمان نرفع كف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع الدعاء والأدعية والابتهالات الدينية من المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ بلادنا وشعبنا وجيشنا ورجال أمننا يا رب. ما للسماء تلألأت أنوارا، ما للنجوم تعانق الأقمارا، ما للوجود تعطرت أرجاء،
مهللا ومكبرا فترى الغصون تداعب الأشجار. الله أكبر، الله أكبر، هل نور محمد ليكون في فلك الوجود منارا؟ وهو الذي شق الملائك صدره ليبشروه بشأنه استبشارا، أدى الرسالة شاهدا ومبشرا، فمحى الضلالة وجاهد الكفار، اليتم في حق الولي وهو الذي باليتم زاد فخارا. صلى عليك الله يا خير الورى، صلوا عليه وعظموا المختار. ما أجمل مدح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أجمل التمسك بهديه وسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين. أخوة الإيمان والإسلام، وبسماع هذه الأدعية والابتلاءات الدينية والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري، نأتي إلى ختام هذه الأمسية الدينية المباركة، والتي نقلناها إلى حضراتكم من ساحة مسجد السلطان الحنفي بحي السيدة زينب بمدينة القاهرة. وفي الختام إخوة الإيمان والإسلام، نشكركم ولكم تحيات الزميل محمد عبد الكريم من الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أحمد حفني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.